وللمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان رئيس البعثة البحرينية للحج. السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ، حمدا لله على سلامتكم وسلامة حجاج البحرين. بداية، كيف تجري استعدادات لجان البعثة في توفير الخدمات لحجاج مملكة البحرين؟ نعم، ولله الحمد اكتمل وصول جميع أعضاء بعثة مملكة البحرين الحج، وبدأت جميع اللجان بمزاولة العمل الميداني لاستقبال حجاجنا من المواطنين والمقيمين. وستفتح إن شاء الله البعثة الواقعة في حي النسيم بمكة، ستفتح رسميا مكاتبها لاستقبال المراجعين من أصحاب الحملات والحجاج. وكما تعلمون مقر البعثة بمكة يضم مكاتب إدارية وفنية ومكتب القنصلية وعيادة طبية متكاملة ومجهزة لتقديم خدمة العلاج المجاني لحجاجنا وللمترددين عليها، بناء على التوجيهات الكريمة من قيادتنا حفظها الله ودعمها المستمر وتوجيهها لتقديم أفضل الخدمات لحجاجنا من المواطنين والمقيمين. بالمناسبة أيضا هناك أيضا في المدينة المنورة مستشفى لعلاج حجاجنا مجانا، حيث توقع البعثة سنويا اتفاقية تعاون مع أحد المستشفيات بالمدينة المنورة، يستفيد من خلالها الحجاج البحرينيين والمقيمين مما يقدمه المستشفى من خدمات علاجية طبية على حساب البعثة. أيضا نعم نعم فضيلة الشيخ، نعم تفضل. لجان البعثة كما ذكرتم حقيقة في مملكة البحرين لجان عديدة ومتنوعة موجودة في الديار المقدسة، تقوم مشكورة بالعمل الميداني في المشاعر المقدسة والإداري داخل مقر البعثة والطبي والعلاجي في عيادات البعثة الموزعة بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الإداري والمعنوي لجهود حملات الحج البحريني. جزا الله الجميع خير الجزاء. نعم فضيلة الشيخ، كيف كانت إجراءات عملية وصول الحجاج واستقبالهم عبر المنافذ البرية والجوية في المملكة العربية السعودية، ومتى يتوقع وصول بقية الحجاج البحرينيين؟ نعم، في الحقيقة أحب أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع المسؤولين والموظفين في المنفذ البري في الجسر وفي الجوي أيضا المطار، سواء من جانب البحريني أو جانب السعودي، على التسهيل والتيسير لخروج ودخول حجاجنا من المواطنين والمقيمين. حسب لقائي مع بعض الحملات فإنهم في الحقيقة يثنون على ويشكرون التسهيل والتيسير وسرعة الإجراءات في الخروج والدخول عبر المنافذ. نذكر أن اليوم إن شاء الله بيكون هو آخر يوم يسمح فيه بدخول الحجاج الوافدين من حجاجنا في البحرين، ويوم الرابع من ذي الحجة هو آخر يوم يسمح فيه بدخول الحجاج البحرينيين. وأغلب طبعا الحملات يعني أو كثير من الحملات قد وصلت إلى الديار المقدسة، سواء كان في المدينة المنورة أو مكة المكرمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم على الباقين المجيء إلى 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 مكة وأداء المشاعر، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل حجهم إن شاء الله ويردهم إلى البحرين سالمين. اللهم آمين. فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان رئيس البعثة البحرينية للحج، كنت معنا ضيفا كريما على نشرة الأخبار، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات.